هنتكلم دلوقتي على ازاي انا اقدر اعمل موف وروتيت وسكيل للاجسام اللي موجوده جوه الماكس. لو انا جيت في قائمه الكريت وانشات بوكس وجيت في الموديفاي خليت البوكس ده عباره عن مثلا نص متر تمام. دلوقتي البوكس بتاعي ممكن اختار له امر من الثلاثه دول. امر الموف لما بختاره بيطلع لي، يعني كده لو انا مش مختار البوكس هتلاقي مفيش حاجه ظاهره عليه، لكن اول ما اختار البوكس بيطلع لي الاسهم دي. طبعا لو انا مش مختار امر الموف ومختار الامر اللي هو السلكت العادي مش هتبان الاسهم. امر الموف في البوكس ده بيطلع حاجه اسمها الجزمه. الجزمه ده ممكن اتحرك بيه البوكس على الاكس، بس بص لو هزيت الماوس ما اتحركش غير على الاكس بس. ممكن احركه على الزد، لو هزيت الماوس كده وكده ما اتحركش غير على الزد بس. ممكن احركه على الواط. يبقى الجزمه ده مهم عشان اعرف انا بتحرك البوكس منين. ممكن احركه من مستوى زد اكس او مستوى زد واي او مستوى اكس واي. تمام. عشان كده الجزم ده مهم. ممكن اكبر الجزم ده باستخدام البلس على الكيبورد او الماينس، وممكن ان انا اخفيه باستخدام الاكس. اخفيه دي مش ما حباس ان انت تكتب الجزم، بس لو مضايقك ومش عارف تشوف الحاجه وراك ممكن تخفيه عن طريق الايه الاكس على الكيبورد. يبقى استخدام الموف هو مهم جدا في عمليات تحريك الاجسام، والتحريك ممكن يتم عشوائي او بارقام. شايف الارقام اللي تحت دي؟ الارقام دي لو كتبتها صفر 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 هتلاحظ ان البوكس عندي بقى في الايه؟ في السنتر بتاع الشبكة. والشبكة دي اللي هي باينة تحت بصورة مختلفة دي ممكن اخفيها وابينها بحرف الجي على الكيبورد. وحرف الجي ممكن اخفي وابين الشبكة، وحرف الاكس ممكن ابين وقف الجزمة. تمام؟ طب لو كتبت هنا 10 متر، خلي بالك البوكس هو حجمه نص متر صح؟ اتحرك عن النقطة دي في اتجاه الاكس 10 متر. طب لو كتبت سالب 10 متر هيجي الناحية التانية 10 متر. طيب لو كتبت صفر يرجع تاني لمستوى الايه؟ السنتر بتاعي. طيب لو انا كتبت على الواي مثلا متر راح هناك. طب لو كتبت على الواي صفر يرجع هنا. طب لو كتبت على الزد متر يطلع لفوق. لو كتبت على الزد صفر يرجع تاني فين؟ في السطح. ممكن لو انت عندك ارقام كده عشوائيه وعايز تصفرها مره واحده تعمل رايت كليك هنا، ده اسمه سنيبر. لو عملت رايت كليك عليه يجيب لك الصفر، ولو دوست عليه زي ما احنا قلنا قبل كده وشديت لفوق يحرك لك الشكل بتاعه. يعني بس انت تبقى عامل هولد بريس وتطلع لفوق او تنزل ايه؟ تنزل تحت. انا رايت كليك كده يبتدي الجسم بتاعك يبتدي يحصل فيه ايه؟ يثبت في المنطقه اللي هو فيها. طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل نافيجيشنز او ازاي ان احنا نعمل تحريك للاوبجكت. ممكن اعمل روتيت. اختار روتيت ده على الجسم الجديد خالص اهو. نفس الكلام برضه الجسم ده ممكن يكبر ويظهر بالبلس والماينس وممكن يختفي بالاكس. الجسم ده ممكن يلف على محور الاكس. لو عملت كنترول زد يعني تحليل تاني زي الاصل ممكن يلف على محور الزد. لو عملت كنترول زد يرجع تاني ممكن يلف على محور الوال. تمام.
ممكن الفف عشوائي، امسك في النص هنا كده، يعني لا اكس ولا واي ولا زد، امسك هنا مثلا كده في النص يلف عشوائي. بس خلي بالك هو كده البوكس اللي بيلف، لكن الامر اللي احنا شرحناه لو تفتكر اللي هو الروتيت اللي هو الاوربت، كنت انا اللي بلف حوالين البوكس، الاوبجكت سيرتول اللي عمال الف حواليه. فكده في فرق ما بين ده وده بس، تمام. ممكن برضو اعمل روتيشن باستخدام الارقام، زي ما كان في موف باستخدام الارقام، ممكن اعمل روتيشن باستخدام الارقام، اقول اللي فيه 45 درجه، تمام. يبقى انا كده قدرت ان انا الف البوكس على اتجاه الواي 45 درجه، وهكذا في الاكس، وهكذا فين؟ في الزد. ممكن اعمل له سكيل، لو وفرت السكيل بيطلع الجسم بتاع السكيل، يبقى السكيل يم على الزد يم على الوال يم على الاكس يم عليهم كلهم يم على محور ومستوى يم على ده. هي اهم حاجه تشوف انت ماسك الماسكه منين، بس يم على ده. يبقى كده بقدر ان انا احدد انا عايز ابتدي اعمل سكيل عليه. رمز او الشورت كات بتاع الموف هو حرف ال سوري الحرف اللي بيعمل لي الاي والاس والدي، وفي فوقيهم ثلاث حروف الكيو والدبليو والاي. لو انا شفت كيو بالترتيب كده على الكيبورد هتلاقي كيو دبليو اي او، يبقى بترتيبهم على الكيبورد هو ترتيبهم على النافيجيشن. سيلكت موف روتيت سكيل، تاني حرف الكيو هو السيلكت، حرف الدبليو هو الموف، حرف الاي حرف الار هو السكيل. عشان كده كان ممكن واحد يسالني مثلا الار ده روتيشن، طب ليه ما خلاش الار هو اللي في روتيشن؟ لا، عشان ترتيبهم على الكيبورد هو ترتيبهم في النافيجيشن بتاع الماكس. ممكن مثلا انا استخدم البار فور، ممكن استخدم البار فور، بس عاده الناس المحترفه في استخدام الماكس هو اللي بيستخدم دي الاثنين، الماوس بيحرك بيه ودي على الكيبورد بيعمل بيها الشورت كاتات. فكل ما بتستخدم ديك الاثنين كل ما انت بتنجز المودلنج بتاعك اسرع. اللي بيعمل مودلنج في ساعه التاني محترف بيعمله في نص ساعه. ليه؟ لان التاني عمال يروح هنا ويختار من هنا وينزل، يبقى كده يجي هنا ويطلع. لا، اللي بيستخدم الكيبورد مع الماوس هو بيستخدم الايه؟ الشورت كات. في النهايه كده الفيديو ده احنا عايزين نعمل مشروع باستخدام الاوامر اللي احنا درسناها، سواء في الموديفاي او سواء في الموف او السكيب. عايزين نعمل سلم طالع بدرجة معينة ونرسم الدرجة بتاعته، وده هيبقى أول براكتس عندنا في الكورس. في الفيديو الجاي إن شاء الله.